السلام عليكم. اليوم نروح الولايه تاعت تيزي وزو لنقف على الاشغال تاع التوسعه تاع التليفيريك تاع تيزي وزو اللي يعني خذات تاخر كبير بعد ما توقفت عده مرات لاسباب مختلفه، اهمها مشكل تاع يعني النزعة الملكيه لبعض الملاك على يعني على المسار تاع التليفيريك. وللعلم التليفيريك هذا يعني المجمل تاع المسار هذا فيه 11 كيلومتر، انجزت 8 كيلومترات منها وبقات 3 كيلومترات باتجاه يعني الشطر الاخير باتجاه جبل سيدي بلوى ومنطقه هذيك. اذا ها 3 كيلومترات خذات وقت كبير، وان شاء الله تكتمل الاشغال هذه وتكون فيه تليفيريكات في ولايات اخرى يعني اللي تحتاج الى تليفيريك كمدينه بجاية وكذلك مدينه خميس مليانة اللي عندها مسار تاريخي من مليانة الى من خميس مليانة الى مليانة على يعني في سفح الجبل فوق. اذا وفيه يعني مدن اخرى يعني تنتظر يكون فيها هذا النوع من، وكذلك فيه بعض التليفيكات اللي راهي حابسة يعني مثلا تاع قسنطينة وسكيدة، يعني فيه يعني عمل ينتظر ان شاء الله هذا الامور هذه تمشي وتاخذ مجراها الطبيعي، لانه هذا النمط تاع التنقل وتاع النقل نمط كثير يريح يعني المستعملين، خاصة يعني إذا كان منطقة فيها جبلية فيها انحدار كبير، الإنسان باش يتنقل على الانحدار باش يطلع حتى الفوق يعيا وباش يحبط حتى يعيا، فيه يعني عمل كبير يعني فايدة كبيرة لهذا النوع من المواصلات. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.